برأيك ما هي العادات أو التصرفات الشخصية الأكثر ضرراً على الصحة؟ يلا. جيجاير. شنو؟ جيجاير. التدخين. الجيجاير. نعم. برافو. التدخين. إذا عرفت الاحتمال الأول تروح إليك. السؤال؟ أعيد السؤال. برأيك ما هي العادات أو التصرفات الشخصية الأكثر ضرراً على الصحة؟ قال التدخين. أنت شو تقول؟ إجهاد النفس. إجهاد النفس. خلينا نشوف. إجهاد النفس. صح. الإجهاد الزائد ولكن هو يعني بعيد. نروح ويا وسام. تفضل أخ أحمد ويلا أستاذ وسام. أي لما؟ أي أستاذ. انطيني برأيك ما هي العادات أو التصرفات الشخصية وهي سيئة طبعاً الأكثر ضرراً على الصحة؟ العصبية. العصبية. نعم. العصبية والانفعال. نعم موجودة. برافو برافو لما. وأحمد شو يقول؟ شرب الخمر. ها؟ الخمر. المشروبات الكحولية. ما يصير. صح. عادات سيئة، تصرفات سيئة، الإدمان على المشروبات. ورولا شو تقولين؟ المشروبات الغازية. المشروبات الغازية طبعاً. المشروبات الغازية. لا لا هذا خطأ، خطأ أول. المشروبات الغازية هم عادة سيئة لأنه تسمن بس مو يعني يعني مو مضرة كلش مثل المشروبات الكحولية. ووسام شو يقول؟ نرجيلة. الأرجيلة؟ إيه. نحن قلنا السجائر. قلنا الجيجاير. إيه نقول نرجيلة. خلينا نشوف الأرجيلة. لا خطأ ثاني. ما هي أيضا يعني ضمن صحيح منطقة التدخين إذا جيجارة وإذا أرجيلة.